السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع. وصلنا الآن إلى شابتر 4 المتعلق بالإيكوميرس سيكيورتي أند بيمنت سيستمز. طبعاً لكون إنه إحنا درسناكم مسبقاً وأنتم أخذتم مسبقاً مادة الإنفورميشن سيكيورتي، فسيكون مرورنا على هذه الأوتلاينز والليرنينج أوبجيكتيفز في هذا الشابتر مروراً سريعاً لحتى نقدر كمان نكمل فصول هذا الكتاب المهمة، وهذه المفاهيم اللي هو أغلبها تم مناقشتها صحيح مادة الانفورميشن سيكوريتي مسبقا وتم إعطائها في دورات أخرى أيضا بالسيكوريتي. فموضوع السيكوريتي من المواضيع المهمة، وهو يعني موضوع يعني متخصص قائم بذاته، لكن سنلقي هنا عليه الضوء بما يحويه هذا الفصل من أفكار مهمة وعلاقتها أيضا بالإيكوميرس. فلاحظوا هون عندنا المفردات الموجودة في هذا الشابتر، زي ما أنتم شايفين هون عندنا 6 learning objectives أو 6 sections. السكشن الأول يتعلق بالفهم النطاق العام للجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومشاكل الحماية، ومن أجل ذلك علينا أن نفهم الأبعاد الأساسية لحماية التجارة الإلكترونية، وذلك التنجن بين السيكوريتي والقيم الأخرى. طبعا هذا الكلام يتضمن هذه الأمور. يعني أول شيء بالبداية نحكي هون عن الإيكوميرس سيكوريتي إنفيرومنت، شارحين لنطاق المشكلة ما هي، وين البروبلم بالضبط، ولن يكون هذا بكلام مرسل بدون أي أرقام وحقائق. فهنا يتحدث عن الحجم العام أو العالمي للخسائر التي تكون جراء السايبر كرايمز، ولو أنه هذه الخسائر مش واضحة لحد الآن، لكن في كثير من الدراسات بتشير إلى أنه زي مثلا مكافي سنتر، مكافي معروف يعني من الشركات اللي تستثمر بالأنتي فيروسز for strategic and international studies. في دراسة إلها بتقول إنه global economic impact cyber crime and cyber espionage between 4,550 مليار ل 600 مليار. طبعا reports by security product providers indicate increasing cyber crime، وكل التقارير اللي بتطلع من مزودو خدمات الأمن والحماية بتشير إلى إنه cyber crime كل ما فيه عم بتزيد. طبعا هذا يتوافق كمان مع زيادة عدد المتصلين بالإنترنت، كل ما زاد الاتصال بالإنترنت الريتش كل ما زاد، كل ما زادت احتمالية تعرضهم ل أو قيام البعض منهم للسرقة، سواء كان يعني الضحية أو المرتكب الجرم، يعني في هذا الكريمينال يعني المجرم. أونلاين كريدت كارد فرود one of the most highest profile forms، إحدى أكثر هذه جرائم انتشارا هي الكريدت كارد فرود. طبعا هون حاطين لنا مصطلح ظريف شوي اللي هو الاندر جراوند ايكونومي، اللي هو اقتصاد يعني اذا ما نترجمها حرفيا نقول اقتصاد اللي تحت الارض او الاقتصاد الخفي او اقتصاد الظل، حيث انه الماركت بليس بهذا الاقتصاد بيبيع كثير من المعلومات المسروقة وما هنالك من مالوير والكثير الكثير من البرمجيات الخبيثة، هذا كله ضمن الماركت بليسز ستولن. يعني هذا ضمن طبعا لو اجينا على الكتاب ونظرنا الى هذا الجزء، يعني فيتحدث الان عن السكوب اوف ذا بروبلم زي ما حكينا مسبقا، هو الاندر جراوند ايكونومي ماركت بليس ذا فاليو اوف ستولن انفورميشن، قبل ان ياتي لبقيه هذا قبل ان نكمل بقيه المفردات السكشن هذا اللي هو learning objectives أول متعلق بفهم نطاق الجرائم الإلكترونية. فهون بيسأل سؤال قبل أن نذهب إلى الكتاب طبعا ونأخذ بعض المقتطفات من هنا وهناك، هون بيسأل سؤال what is good e-commerce security، ما هي التجارة، ما هي الحماية الجيدة للتجارة الإلكترونية. بيعرف هذا الأمر أو بيجاوب هذا السؤال من خلال أنه بيقول لك أنه to achieve highest degree of security لازم نكون ملمين بالنيو تكنولوجيز، لازم يكون في عندنا كمان لاحظ هون تكنولوجيز، بدأ بالتكنولوجيز، تحدث هون عن أمور إدارية policies و procedures
organizational policies and procedures. برضو كمان أكبر وأكبر من ذلك هو الستاندردز والجفرمنت لوز. فلاحظ الاتجاه من الباتوم اب، يعني من التكنولوجيز التي تكون متاحه للتقنيين الى ما هنالك عند المدراء من بوليسيز وبروسيجرز، من سياسات واجراءات، الى ما يتعلق بالامر بالصناعه، بصناعه النتوركس مثلا، عموم صناعه النتوركس من ستاندردز وجفرمنت لوز. يعني اندستري ستاندردز زي ما تقول بروتوكولات الانترنت، وجفرمنت لوز قوانين المرتبطه بالجرائم الإلكترونية على مستوى الدولة أو على مستوى الحكومة. هذه طبعا هي من موجبات تعريف e-commerce security جيد. الآن هناك عوامل أخرى زي time value of money والcost of security versus potential loss والsecurity often breaks at weakest link. أيوة، لاحظوا هاي المصطلحات كنا قد مررنا عليها وين مادة الانفورميشن سيكوريتي. هون سيكوريتي اوفن بريكس ات ويكست لينك، هذه مسألة مهمة جدا، اللي بتعبر عن فكرة انه الامن والحماية تخترق عند الحلقة الاضعف. هذا بيعبر مصطلح دقيق، يعني بيشير الى انه في عندنا في كثير لايرز او مراتب من الحماية، مجرد يكون في حلقة منهم ضعيفة فبيؤدي ذلك الاختراق. ثم يأتي فيما بعد e-commerce security environment اللي هي بيئة السيكوريتي. لاحظ البيئة مرتبطة لسه بنحكي عن هذه المفاهيم المتدرجة من الأعلى إلى الأسفل. لاحظوا technology solutions، بعدين policies، بعدين laws and industry standards. هذه environment التي بتكون موجودة عند أي نظام سيكوريتي. طبعا هون ما دام أنه بنحكي عن السكوب وبالتجارة الإلكترونية، هذا السلايد هون بوضح لنا هاي الستة أبعاد المهمة في التجارة الإلكترونية من وجهة نظر الكاستمر العميل والتاجر. فهون لما بيجي بقول لك الانتيجريتي مثلا has information، العميل بيسأل بالانتيجريتي. طبعا الانتيجريتي ايش الانتيجريتي؟ زي ما حكينا لكم بالمادة السيكوريتي، ان تبقى المعلومات صحيحة ولا تتغير. فهون بقول لك الكاستمر has information I transmitted or received being altered، هل تم تغييرها؟ الميرشنت بيسأل has data on the site being altered without authorization، is data being received from customers valid. فهون هذه لاحظوا هاي من وجهة نظر الكاستمر وال الميرشنت. كمان نن ريبيديشن كذلك الامر، كان بارتي تو ان اكشن وذ مي ليتر ديناي تيكينج ذس اكشن، اي خاصيه عدم الانكار، ديناي انك لا تنكر انك فعلت هذا الامر. بنفس الوقت الميرشنت بيسال كان كاستمر ديناي اوردرينج برودكت، وكذلك الامر بينتقل لمراحل الاوثنتيسيتي والكونفيدنشياليتي والبرايفسي والافيلابيلتي، وبيسال كمان الكاستمر والميرشنت بيسألوا نفس السؤال في كل من منظوره، ولكن في النهاية يعني هي عبارة عن يعني أسئلة تشير إلى ذلك البعد المهم في السيكوريتي الذي يعبر عن يعني امتداده بين العملاء للمزودي الخدمة. فمثلا هون الاوثنتيسيتي اللي هي الأصالة أو هل مدى حقيقية هذا الشخص المقابل، فالعميل بيسأل انه هذا اللي انا بتعامل معاه كيف ممكن اتأكد من انه هو الشخص او المؤسسة اللي يدعي انه التي يدعيها، هل هو فعلا حسب ما يدعي، لاني هذا انا بدي ادفع الفلوس. كذلك الامر بالنسبة للميرشنت، فبيقول انه what is the real identity of the customer، ما هي الهوية الحقيقية لهذا العميل. الconfidentiality والprivacy والavailability، برضو هاي الأمور كلها مرينا عليها بصريح مادة information security، إلى أن نصل للآخر الأمور. لا والله هون بستمر بالحديث، يعني هذا السكشن 1 طويل شوية، فلذلك هون هذا بمر على معظم مفاهيم information security بما فيها الكيس ستدي هذه اللي هون اللي هي insight in technology think your smartphone is secure، هل تظن أن السمارتفون تبعك اللي انت تستخدمه امن، ويصل للكلاود سيكيورتي ايشوز حتى الانترنت ثينكس والتكنولوجي سوليوشنز وما الى ذلك من امور، او عفوا
انا هون لاني رقمته، سوري ايوه هون رقمته، لا سوري، اذا لا، اذا الى ان يصل فعلا في اخر هذا الليرنينج اوبجكتيف للتنشن بتوين سكيورتي اند اذر فاليوز. ممكن اكون انا هون لحتى افصل بينهما، اكون بحاجه اني اعمل هون اللي هو السب سكشن، اوكي السب سكشن رقم 2 لحتى تكون الامور ماشي. خلينا اكمل الباقيات كمان وبعدين لكن 4.2 هاي 4.2 وهاي عندنا 4.3، خلينا اكملهم ثواني وارجع لكم. فيعني بنرجع لهون، اذا النقطه اللي وصلنا لها هي اخر نقطه قبل ما يعني كمان شو ننتقل ل 4.2 والسيكورتي 3. لكن قبل ذلك بيتحدث هون عن التنشن التوتر بين الامن والحمايه من جهه والحمايه من جهه والقيم الاخرى، زي مثلا ايزي فيوز. ايزي فيوز the more security measures added the more difficult a site to use and the slower it becomes. كل ما اضفت انا قيود للحمايه اكثر كل ما كانت هناك بطء في الاستخدام والامور كانت اصعب. هاي مشكله كمان، يعني انتم تلاحظوا على الاجهزه تبعتكم لما تكون شغال على اكثر من انتي فايروس يكون بطيء. لما تكون بالبراوزر انت عامل كثير ريستريكشنز ما فيك تدخل على اي موقع بسهوله، دائما في تحقق، دائما في بطء والى اخره، هذا كله باخذ من البروسيسور والموارد الجهاز. برضو كمان public safety and criminal uses of the internet، استخدامات المجرمين او المخترقين للانترنت، use of technology by criminals to plan crimes or threaten nation state. هذه الامور صحيح هنا مش مفصله بالاستطلاعات، لكن اذا بدك ترجعوا تفهموا هاي الامور اكثر عليكم ان ترجعوا الى الكتاب. في الكتاب لاحظوا هاي الامور مشروحه هون، لاحظ هاي كلها موجوده ضمن الاندكس، يعني تنزل بين سكيورتي اند اذر فاليوز. حتى هون لما بيجي بيحكي عن مثلا الاندر جراوند ايكونومي، الاندر جراوند ايكونومي هذا مفهوم زي ما هو حاكي هون ومعطي هون بعض الاحصائيات اللي هو سايبر بلاك ماركت، حتى لاحظ هون مسميه اسم ثاني بلاك ماركت فور ستولن داتا. يعني لو بحثنا شوي بالانترنت فسنجد انه البلاك ماركت لاحظوا موجود في هذه الدول، لاحظوا مثلا زي بيرو، زي باراغواي، او عفوا بوليفيا، اورغواي، حتى نيجيريا، دول كثير يعني حتى هون يعني اوكرانيا، روسيا، بعدين المنطقه الرماديه بتصير فيها اكثر من غشقر. لاحظوا اغلبها متوفره متكتله اكثر شيء بمناطق افريقيه، امريكا الجنوبيه، شوي من روسيا وما حولها من جمهورياتها او بعض من جمهورياتها، حتى هون اذربيجان وبقيه هذه الدول. حتى هون موجود في وين، في دول، بعض دول جنوب شرق اسيا صحيح. لاحظوا التدرجات هذه بتعبر عن انه انتشار هذا الاقتصاد الخفي، والاقتصاد الخفي زي ما حكينا لكم او زي ما انتم يعني زي ما معروف هو ذلك الاقتصاد الذي يتعامل مع البيانات غير رسمية، يعني بيكون فيها مثلا أمور غير رسمية غير واضحة بالنسبة للدولة. الحديث عنها هنا يطول، يعني وقد نتحدث عن ذلك فيما بعد، لكن لاحظ هون حتى حاكي عن الـ VPN services وما إلى ذلك من أمور. What is good e-commerce security dimensions of e-commerce security اللي حكيناها الثمانية هذولا موضحات هون بشكل كويس، ولو انه هذا التيبل لخصهم، هذا التيبل اللي شفناه قبل شوي بالسلايدات. التنشن بين سكيورتي اند اذر فاليوز، الايز اوف يوز مثلا، والببليك سيفتي اند كريمنال يوزز اوف انترنت. فكما يشير هنا الى ذلك التوتر الحتمي بين رغبات الافراد تو اكت انونيمسلي اور هايد او يخفون هوياتهم، يعني بشكل انونيمس، يعني بشكل غير معلن او غير واضح لمن يتعامل معهم، وحاجات الببليك اوفيشلز، يعني هون هذا امتداد للحديث عن الاندر جراوند ماركت، يعني الببليك اوفيشلز تو مينتين ببليك سيفتي ذات كان بي ثريتند باي كريمنالز اور تيرورست. يعني حتى هون بقول لك انه الببليك اوفيشلز بحاجه انهم يعرفوا مين هم هذول المجرمين او حتى الارهابيين. يعني وهذه ليست مشكله، يعني ليست مشكلة جديدة صحيح، لأنا بقول لك مشكلة قديمة حتى من أيام
ستينيات الحرب الأهلية اللي صارت في أمريكا سيفل وور أيام التلغراف. In order to trap conspirators and terrorists, المؤامرات والإرهابيين وما إلى ذلك من الأمور. وبعد ذلك كمان بعد التلغراف اللوكال تليفون سيستم كمان بال 1890s يعني بالأواخر من القرن التاسع عشر. بيستمر بالحديث عن هذه الأمور. صحيح قراءة من الكتاب ممتعة جدا لمن يريد أن يرجع يعني إلى أن يصل هون. Security Threats in the E-commerce Environment بيحكي عن أوكي هذا اللي هو رقم 2 اللي سنأتي لها بعد قليل. الآن في السكشن الثاني بيتحدث عن الـ K-Security Threats in the E-commerce Environment. وهي كلها كنا قد شرحنا لكم إياها مسبقا، لكن هو بيقول لك أنه عندنا 3 key points of vulnerability in e-commerce environment. vulnerability اللي هي ايش؟ ثغرات زي الكلاينت العميل او الجهاز الخادم السيرفر او عفوا جهاز العميل السيرفر الخادم الكوميونيكيشن بايب لاين اللي هو الانترنت كوميونيكيشن شانلز اللي هي الشانلز الميديم بين الكلاينت والسيرفر زي ما هو ببين هذا الشكل. هذا تيبيكال e-commerce transaction. لاحظوا هون العلاقه بين الميرشنت والكاستمر، ودائما احنا حسب الجدول السابق نستمر بالحديث عن الميرشنت. لاحظ من جهه اللي ممكن يكون بنك مثلا او الكاستمر ممكن تكون ايش كريدت كارد لبنك معين، وما يشتمل ذلك على ايش على امور وطبقات يعني. لاحظ هذولا على مستوى البزنس، لكن هون الدائره هذه بتحكي عن التكنولوجي المستخدمه هذا الميرشنت. هذا الميرشنت ويب سيرفرز، لاحظ من داتابيز سيرفر لأونلاين ستور حلو. وما يرتبط الداتابيز بيأخذ من وين؟ من الوير هاوس. والأونلاين ستور بيأخذ من وين؟ من أو بيعتمد على الإنترنت سيرفيس بروفايدر. هذا الإنترنت سيرفيس بروفايدر اللي بيتعامل مع الأونلاين أو اللي بيوفر الخدمة للأونلاين كاستمر، وبالتالي الشيبمنتس او الشيبينج بيوصل لهذا الاونلاين كاستمر بالطريقه اللي بده اياها. لاحظوا الجيرني هذه للكاستمر جيرني من انه يتعامل مع الكريدت كارد هون مع البنك وما يستخدمه البنك من بنيه تحتيه هذه الميرشنت ويب سيرفرز. ملاحظين كيف الان دخل على الخط مين كمان؟ انترنت سيرفيس بروفايدر. انترنت يعني هذا اقرب ما يكون لكونتكست دياجرام او داتا فلو يعني للاي كوميرس ترانزاكشن بشكل عام. الان لحد الان هذه عمليات، لكن ما يعني ما الذي يتوجبه هذا من 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 عمليات سيكوريتي او حتى اختراقات على كل هاي الخطوط اللي بين كل هاي الشانلز. لاحظ هذه كم يعني لاحظ هون كلاينت وسيرفر. هذا الكلاينت هذا السيرفر تمام. هذا السيرفر بما لديه من سيرفرات جزئيه كمان من داتابيز واونلاين ستور حتى الوير هاوس الفيزيكال المرتبط بهذا الامر، وما هنالك ايضا من بايب لاينز اللي هن هذول اللي راح نوضحهم كمان شوي. هذول البايب لاينز فشوفوا ايش العمليات. لاحظوا اول ما بتبادر لديهم هون السكيورتي بريتش اختراق الحمايه. لاحظوا حتى هون كمان من جهه الكاستمر في عندك دينايل اوف سيرفيس اتاك هجوم انكار الخدمه والكارد ثيفت والكارد ثيفت وهاكت يعني كارد ثيفت هاكت كيف تهكر هذه الكارد بالنسبه لكاستمر معين. بنتعمق اكثر لتحت كمان نصل لهون لمرحله الاس كيو ال انجكشن. لاحظوا هون تحت بالاعمق يعني اس كيو ال انجكشن الكاستمر ليست اتاك. هذه على مستوى الميرشنت ويب سيرفرز. لاحظوا لما ندخل بالويب سيرفرز ندخل بالاس كيو ال انجكشن وما الى ذلك من امور مفاهيم الكاستمر ليست هاك. لما نيجي لمساله الانترنت سيرفيس بروفايدر على مستوى الانترنت لاحظ بصير في عندنا واي فاي ليسننج وواير تاب. واير تاب اللي هو لاحظ هون بيستمر على مستوى الاونلاين كونسيومر كمان اللي هو ويب بيكونز اللي هي عباره عن يعني اشارات لتتبع الكاستمرز في تعاملهم على مستوى الويب. لاحظوا هذه كلها تعتبر vulnerable points in an e-commerce transaction. هذه كلها ضمن هذا السكشن المتعلق بالسكيورتي ثريتس ان ذا اي كوميرس انفايرمنت. ففي كمان عندنا الماليشس كود او الكود الخبيث الماليشس مالوير زي المالوير والامور هذه. لاحظوا انا بيعطينا بعض من هذه الامثله عليها اللي هي زي الاكسبلويتس اند اكسبلويتس كيتس
بعض ال يعني اكسبلويت من استغلال او استغلال الثغرات بعض البرمجيات زي الميتا اكسبلويت اللي بالكالي لينكس وما الى ذلك اللي اشتغلتوا عليه. المال فيرتايزنج، المال فيرتايزنج لاحظوا من مال يعني الاعلانات او نشر البرامج الفيروسيه او الخبيثه عن طريق الاعلانات. لاحظ مكون من جزئين، مال فيرتايزنج يعني زي كان نقول مالوير ادفيرتايزنج او ما الى ذلك. درايف باي داونلودز من خلال ايش؟ التحميلات. الفيروسز، الفيروسات الورمز النوع الاخر كمان من الفيروسز. وكنا حكينا تحدثنا لكم عن الفرق والفروق بين هذه الانواع كلها في الانفورميشن سكيورتي. الرانسوموير الفديه، طلب فديه بناء على ماذا؟ بناء على تهديد او ابتزاز معين. تروجن هورسز احسن الطرواده. الباك دورز التنصت، دروب شيبينج التنصت على المستخدمين يعني. والبوت والبوت نت زي ما قلنا انه هذه شرحناها لكم اياها بدينال اوف سيرفيس اتاك اللي هن السوفت وير بينتشروا على النتورك لحتى يعملوا اغراق وانهاء للخدمه بشكل كبير. الان في عندنا مجموعه كمان من البرامج الغير مرغوب فيها والمحتمل انها كمان تكون من ضمنها البريتش كمان. وهذه البرمجيات المحتملة قد تكون البراوزر باراسايتس. باراسايتس يعني طفيليات أو يعني اللي هن بتطفلوا على اليوزر كيف يغير من إيش الباراسايتس، كيف يغير من المراقبة، مراقبة وتغيير البراوزر تاع اليوزر. الأدوير لاحظ هذه بتعمل كولينج للبوب أب أدز. الادوير هذه الامور اللي بتكون البوب اب ادز اللي هن الاعلانات اللي بتكون منبثقه من الويندوز، هذه اللي بنسميها بوب اب منبثقه. السباي وير، سباي وير بتتجسس على اليوزرز كيستروكس على كبسات الكبس الكيبورد، تعامل مع اليوزر بتسترق او تتجسس على اليوزر كيف بيعمل كيبورد بريسنج بالاضافه للايميلز وما الى ذلك من امور. الامر كمان مرتبط بالفيشنج، الفيشنج اللي هو التصيد. any deceptive online attempt by a third party to obtain a confidential information for a financial gain. التاكتكس المستخدمه في ذلك من هندسه اجتماعيه لايميل سكامز اند بي اي سي فيشنج والسبير فيشنج. وهذا المصطلح سبير فيشنج يعني زي ما انتم شايفين هون مصطلح يعني مجازي. فإذا كنا نتعامل إحنا مع المصطلح التصيد، لاحظوا هنا الفيشينج هنا مصطلح عام بصيد أي سمكة مثلا يعني على حتى نفهم المجاز، بينما هون السبير فيشينج سبيسيفيكلي بروح على كاستمر معين. فلاحظوا هون إذا كاستمايزد أتاك on a specific employee or company. هاي النقطة تأخذ بعين الاعتبار يا جماعة. برضو كمان من ضمن الفيشينج كمان هون الأشياء كمان used for identity fraud and theft. بيستخدم او الفيشنج كمان بيستخدموه للاحتيال بالهويه وسرقه الهويه كمان الفيشنج. الهاكينج، السايبر فاندلزم والهاكتيفيزم، وهذه كلها مصطلحات تحدثنا عنها يعني بدءا من الهاكينج اللي هو القرصنه وما يحويه من معلومات، يعني فرق بين الهاكرز والكراكرز، تدرج بين من القبعات البيضاء للسوداء لتلك الرماديه، حتى يعني التايجر تيمز كمان مجموعات النمور او النمر، وما يحويه من اهداف اللي هو سايبر فانداليزم وداتا بريتش. يعني السايبر فانداليزم اللي هو التخريب مو بس كمان السرقه، لا التخريب. وهذا يعني ممكن يكون يعني له وقع كبير زي الدينار اوف سيرفيس مثلا، يعني disrupting تدمير، defacing destroying website تدمير بشكل كامل. والمصطلح الأشمل كمان اللي هو الهاكتيفيزم اللي هو كمان القرصنة. القرصنة بصفتها أصبحت حرفة. فهون بيحكي عن data breaches يعني وما يتضمنه من عمليات يعني في المنظمات وما إلى ذلك من أمور وما هي أسبابه، تمام. وبيحكي عن شركات زي الياهو والإيكويفاكس وأكثر تلك الشركات المذكورة يعني في هذا الأمر، يعني فيسبوك كمان
تم اختراقه او تم اوكي تعرض للاختراق. وكمان في صار في عندنا اكسبوزنج للبيرسونال انفورميشن اوف 30 مليون، هاي مشكله كبيره صحيح يعني. طبعا حكي عن احصائيات للاي تي ار سي، والاي تي ار سي اللي هو الايدنتيتي ثيفت ريسورس سنتر، ايدنتيتي هذا يعني نون بروفيت اورجانيزيشن موجوده في امريكا، سجلت اكثر من 1244 حادثه اختراق في 2018 بنقصان اكثر عن سابقتها بمقدار 23%. على كل حال هذا الداتا بريتش يعني كمان مذكوره هون. وهنا بيستمر الحديث عن شركة إيكويفاكس. إيكويفاكس لاحظوا ريالي بيك ديتا هيك، هذا الكيس طبعا عن إيكويفاكس إلى أن يصل إلى ويكمل بقية الأمور المتعلقة بهذا السكشن 2 كريدت كارد فرود ثيفت والأيدنتيتي فرود ثيفت، المفاهيم السبوفينج الفارمينج and spam والجنك ويب سايتس. لاحظوا هذه كلها مفاهيم بالانفورميشن سيكيورتي تم تغطيتها. سنيفينج اند مان ان ذا ميدل اتاكس، الدينايل اوف سيرفيس والديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاكس، الانسايدر اتاكس، البورلي ديزايند سوفت وير. هذه من الامور اللي قلنا انه البورلي ديزايند سوفت وير من ضمن الامور اللي بتكون بتساعد على وجود الـ vulnerabilities، فبالتالي هذه راح increase the in complexity and demand for software has led to increase in flaws and vulnerabilities. لاحظ الـ software لما بكون مش مصمم بشكل كويس، انتوا بتعرفوا ان حطناكم هندسة برمجيات انه security اقرب ما تكون للـ unfunctional requirements. لذلك لما نعمل design architecture السيكوريتي كونها ليست من ضمن الفانكشنال ريكويرمنتس ممكن ما نقدر نشيك عليها منذ البدايه الا بعد ما نعمل البروتوتايب ويصير على ارض الواقع ويتمثل هذا الاركتكتشر. في مساله السيكوريتي الى حد كبير مساله اركتكتشر. لاحظ يعني قبل شوي حتى بالرسمه اللي فرجيناكم اياها اللي من جبنا سيره الان اس كيو ال انجكشن كان لهذا اثر كبير في رؤيه الامور بشكل معماري اكثر يعني. حتى هون لاحظ بيحكي عن كمان الزيرو دي فيلنربيليتي والهيرت بليد بج اللي هو الشيل شوك او الباش بج اللي هو الفريك. طيب السوشيال نتورك سيكيورتي ايشوز كمان، ما دام جبنا قبل شوي سيره الفيسبوك والاختراقات اللي صارت فيه فبيلعب دور هون كبير صحيح، من امور مزيفه لفيك لايك باتونز وفيك ابلكيشنز ومثل ذلك، كلها امور تذكر هنا على مستوى السوشيال. ودائما لما يجيب السوشيال بيلحقوا بالموبايل، فالموبايل بلاتفورم سيكيورتي ايشوز بتتضمن ما يلي، بتتضمن هذه اللي هو ليتل بابليك اويرنس اوف موبايل ديفايس فيلنربيليتيز. هناك بالموبايل سيكيورتي ضعف عام لحد الان، الامور لسه مش مبينه اكثر، وخصوصا حيتحدث كمان شوي عن كيس ستدي عن السمارت فون او تحدث عنها يعني. فبقول لك انه اكثر من 26,500 different mobile malware variants identified by Symantec. Symantec كمان شركة antivirus. ال phishing، ال smishing، ال SMS spoofing، ال malware. لاحظ think ولسه بنحكي عن case study اللي هو think your smartphone is secure. بعد الموبايل بيجي ال cloud security issues اللي هو على مستوى distributed denial of service attacks، ال infrastructure scanning، ال lower tech phishing attacks yield passwords and access. وما إلى ذلك من أمور متعلقة بهذا الشيء. الإنترنت of Things Security Issues كذلك الأمر، الـ IoT Security Issues ممكن نحكي لكم عنها أكثر، من حيث أنه يعني هي عبارة عن يعني فعلا هذا تحدي لأنه على مستوى الـ Environment، الـ IoT تعمل Ecosystem أو Environment، وهناك كم كبير جدا من الـ Interconnected Links، وهي ايضا هذه النير ايدنتيكال ديفايسز وذ لونج سيرفيسز ليفز بعمر طويل. هذه كمان مو بس كمان عدد كبير واعمارها بتطول كمان يعني يعني ممكن انت تنسى تعمل ابديت للسوفت وير لهذا الجهاز او ذاك فبيؤدي الى اشكاليات كبيره. ماني ديفايسز هاف نو ابجريد فيتشرز زي ما حكينا، ليتل فيزيبيليتي into working data or security، ما في عندنا visibility
لهذه الانترنت ديفايسز بشكل كامل. والان اللي هو السكشن الثالث تكنولوجي سوليوشن ليرنينج اوبجكتيفز رقم 3 اللي هو ديسكرايب هاو تكنولوجي هيلبس سكيور انترنت كوميونيكيشنز شانلز اند بروتكت نتورك سيرفرز اند كلاينتس. كيف التكنولوجي بتساعد في انها تحمي كل هذه الوصلات والشبكات والخوادم والسيرفرز والكلاينتس والعملاء. طيب التكنولوجي سوليوشنز هون تتضمن هذه الامور بروتكتنج انترنت كوميونيكيشنز بما يتضمنه هذا من انكريبشن تشفير سكيورنج شانلز اوف كوميونيكيشنز اللي هو السكيور سيركت لاير وكل هذه المصطلحات من تي ال اس وفي بي انز وواي فاي بروتكتنج نتوركس فاير وولز بروكسي سيرفرز اي دي اس اي بي اس وبروتكتنج سيرفرز اند كلاينتس اللي هو على مستوى الاو اس سكيورتي والانتي فايروس سوفت وير. لاحظ في نوع من التكامل بين هاي الاربعه حلول بدءا من التشفير الذي يتعامل مع الكوميونيكيشن بحد ذاته المسج المرسله من الكاستمر للسيرفر او من السندر للريسيفر الى ان يصل للشانل نفسه شانل اوف كوميونيكيشن من حيث هذه الرباعيه المذكوره هون زي ما راح نشوف كمان شوي يعني حتى قبل ما نيجي لهاي وهاي. انا لاحظ هون بالانكريبشن هو اكثر شيء راح يتحدث هون عن الانكريبشن هذا الفكر راح نرجع له صحيح نحكي عنه الانكريبشن راح يحكي عنه صحيح بكذا سلايد وقد يعني اخذتم في انفورميشن سكيورتي ما بما يكفي للحديث عن الانكريبشن. لاحظوا هذه كلها انواع الانكريبشن من السيمتريك للاسيمتريك حتى البابليك كي كريبتوغرافي وشرح للبابليك كي كريبتوغرافي من خلال سيمبل كيس يعني لاحظوا اللي بالبابليك كي كريبتوغرافي اللي بيستخدم ديجيتال سيجنتشر والهاش دايجست. الهاش دايجست هذا مصطلح مهم كثير صحيح في مفهوم الكريبتوغرافي بشكل عام والانكريبشن ديجيتال انفلوبس هذه كلها بيجيب سيرتها هون. لاحظوا مصطلح البي كي اي البابليك كي انفراستراكشر اللي متعامل فيه هون على مستوى الديجيتال سيرتيفيكتس اند سيرتيفيكيشن اوثوريتيز. لاحظوا بالديجيتال سيرتيفيكتس شهادات التصاديق الالكترونيه اللي بتنشا وما يتضمن هذا الامر من تحديدات وقيود. هذا الامر الثاني رقم 2 اللي قلنا ايش سكيورنج شانلز اوف كوميونيكيشن اللي هن السكيور سوكت لايرز ترانسبورت لاير سكيورتي تي ال اس من حيث انها هي بتاسس لسكيور نيجيشيتد كلاينت سيرفر سيشن بين الكلاينت والسيرفر على مستوى الكلاينت والسيرفر. المفهوم الفيرتشوال برايفت نتوركس حيث انها تسمح لاولئك المستخدمون البعيدون انهم يوصلوا للمؤسسه تبعتهم او للمواقع اللي بدهم اياها. لاحظ باسلوب يعني صحيح انترنال نتورك فيا ذا انترنت الوايرلس واي فاي نتوركس بانواعها المختلفه والفيرجنز المختلفه منها. لاحظوا هاي امثله على السكيور نيجوشيتد سيشنز يوزنج الاس اس ال والتي ال اس سكيور سيركت لايرز والترانسبورت لاير سكيورتي. هذه امثله على ذلك. الامر بحاجه لتفصيل اكثر صحيح لكن انا حاب بس هون استعرض لكم هذا الشابتر بما فيه من افكار. نصل للبعد الثالث بهذا السكشن الثالث اللي هو بروتكتنج نتوركس اللي هي الجدران الناريه والبروكسي سيرفرز والانتروجن ديتكشن سيستمز والانتروجن بريفنشن سيستمز. هذه كلها بتعرفوها يعني بس بجوز اللي من الامور اللي ما ركزنا عليها بماده انفورميشن سكيورتي اللي هو الانتروجن ديتكشن سيستمز انظمه الحمايه من الهجوم والانتروجن بريفنشن سيستمز انظمه الوقايه من الهجوم بدل ما انه يصير في هجوم يبطل الهجوم منذ البدايه مش انه يكتشفه يعني هاي هون اكتشاف الهجوم لكن هون ايش ان يحمي من الهجوم ولا يعني ولا يجعله يحدث من حيث الاصل. لاحظوا هذه الفاير وولز والبروكسي سيرفرز يعني في بعض الفيجرز بتوضحها زي ما انتم شايفين هون بروتكتنج سيرفرز اند كلاينتس الى ان نصل لذلك النوع من الحمايه المتعلق بالبوليسيز والبزنس بروسيجرز والبابليك لوز. فهذا على مستوى العالم والشركات تنفق 86 مليار على الهاردوير والسوفتوير والسيرفيسز
لكن ماذا عن البوليسز؟ الأمر يتعلق بشيء لوجستي أكثر، شيء منطقي أكثر، شيء على مستوى الورك فلو، على مستوى الإدارة. فلذلك هذا يعني بيندرج تحت قائمة المانجينج ريسك، اللي هو مش بس التكنولوجي، كمان الإفكتيف مانجمنت بوليسز والبابليك لوز والأكتيف إنفورسمنت. فأي خطة حماية لازم يكون فيها مجموعة من المانجمنت بوليسز، زي الريسك أسسمنت، زي السيكوريتي بوليسي، زي implementation plan متضمنة security organization، access controls تحكم ب access list، يعني قوائم الوصول أن تسمح لهذا ولدرجة معينة وتسمح لذلك بدرجة أقل، ولا تسمح لكستمر آخر أو لإمبلوي معين بأي شيء، ما حسب access controls معينة. يتضمن الأمر كمان هذا implementation authentication procedures، قواعد تحقق، إجراءات تحقق، بدءا من البيومتريكس، مرورا باللوج إنز وما إلى ذلك. لما دام جبنا إحنا تحقق authentication، كمان authorization وهي مرحلة تيجي بعد الauthentication. يعني إذا أنا بالauthentication تحققت أو صادقت على هذا الشخص إنه مخول بالدخول أو لا، الاوثرايزيشن مدى إمكانية إنه أفوض له صلاحيات، مدى إمكانية إنه يدخل. هذه مرتبطة بالأكسس ليست كثير، يعني في الاوثرايزيشن مانجمنت سيستم هذه مهمة جدا، بالإضافة للتدقيق على السيكوريتي أوديت، ديفلوبينج أن إي كوميرس سيكوريتي بلان. هذه الأمور تتضمن بشكل دائري زي لايف سايكل، يعني بتبدأ من الريسك أسسمنت زي ما حكينا هون، للبوليسي، للإمبليمنتيشن بلان، إلى أن نصل للسيكوريتي أورجانيزيشن، فالسيكوريتي أوديت يعني هذه آخر مرحلة، بعدين بنضل نعمل إيتريشنز إلى أن نصل للشيء المضبوط. بما أنه نتحدث عن هذا السكشن المهم المتعلق بالبوليسيز والبروسيجرز، فلا بد أن نتحدث عن هذه الكيس ستادي المهمة اللي هي إنسايت أون بيزنس، آر بيومتريكس the solution for e-commerce security. ويعني نكمل هنا هذه الأمور. طبعا برضو كمان بيجي protecting servers and clients، النقطة الرابعة هذه، طبعا إلى أن نصل إلى النقطة الرابعة اللي هو management policies business procedures and public laws. طبعا هون delete لازم نعمل له، على كل حال مش مشكلة، بنعمل delete لهون لعند 37 و 42 و 41. أوكي، بنكمل طبعا هون the rule of laws and public policy على مستوى البلد وعلى مستوى المنظمات بشكل عام والمؤسسات، إلى أن نصل ل 4.5 اللي هو e-commerce payment systems. بال e-commerce payment systems نظم الدفع الإلكترونية اللي بيتحدث فيها هون عن آلية الدفع بين الكاستمر والميرشانت والتعامل مع وكل البنية التحتية هذه. لاحظ هون how online credit card transaction works، المثال اللي ذكرناه قبل قليل هنا سندقق فيه أكثر من خلال التعامل بين البنوك. 6 خطوات من الكاستمر makes purchase، الـ SSL والـ TLS provide secure connection through the internet merchant server، الميرشنت بيعمل secure line على مستوى الميرشنت software، لاحظ الـ contacts والـ clearing house. الكليرينج هاوس بيعمل بيتحقق من الاكاونت والبالانس من البنك اللي اصدر، 5 و6 من خلال ميرشنت بانك والكونسيومر، طبعا بتصير بالايشوينج بانك ميرشنت اكاونت والمونثلي ستيتمنت ايشود باي وذ ديبت فور بيرتشيز. طبعا هاي العمليات كلها بحاجه الى تدقيق اكثر، هو انا ضارب امثله على ذلك اللي هو الباي بال وأمثلة أخرى كمان الأمازون بي وما إلى ذلك من أمور. الموبايل بيمنت سيستمز مهمة جدا، هاي كمان من ضمن الأشياء التي يجب أن تذكر هنا. البلوك تشين، وكنت قد تحدثت مسبقا عن البلوك تشين من قبل، هذا مثال أنه هاو البلوك تشين ووركس، ولا طالما نحكي عن البلوك تشين فهذا مجال للحديث عن الكريبتو كرانسيز، العملات الرقمية. إلى أن نصل ل 4.6 اللي هو الإلكترونيك بيلينج presentment and payment. إذن هذا الإلكترونيك بيلينج presentment and payment ABPP
بينشرح هون في هذا السكشن. بنكتفي بالقدر هذا ونكمل المرة الماضية المرة الجاية وندخل في التفاصيل.